أولادنا يقتلوا، ودفنت ابني في صور المستشفى. يا حبيبي يا أبا، يا حبيبي يا أبا. الله أكبر. يعني احنا ساعات قليلة ستفصلنا عن موت هؤلاء الناس. الى متى؟ بدل ان نقوم باستقبال مساعدات نستقبل دبابات. تم إبلاغنا من قبل الجيش بإخلاء المستشفى في خلال 24 ساعة قادمة. أعتقد سنكون أمام مشهد شبيه بمشهد مستشفى الشفاء، وهذا ما قاله الجيش الإسرائيلي.